هو طلب الأئمة من المنشدين والنعاة
وتلاقى الرؤى فيما ينفعهم في عملهم،
ويخدمهم في مشروعهم. ينتمي على هذه الفئه من قدام النبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، ان يجلسوا ويفتحوا نافذه للحوار ويتدارسوا فيما بينهم للوصول الى الصيغه المثلى لخدمه قضيه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وخدمه الدين. فهم مدعوون الى ان يملأوا هذا، ان يقوموا بهذا الدور ويملأوا هذا الفراغ. طبيعة الحال نحن بعد التغيير، خصوصا بعد التغيير، انفتح الواقع الشيعي على العالم في الوقت الذي انفتح العالم على الواقع الشيعي. لذلك كان يجب ان نسخر كل ادواتنا نحن كشيعة في عرض قضيتنا للعالم، ومن اهم هذه الادوات هو منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه والشعائر الحسينيه. لذلك كان هذا الملتقى اللي قامت فيه ومشكوره بدعوه الخطباء في الحفله الحلويه المقدسه، وانتم ونحن الجميع مدعوون الى اعلان هذا الملتقى بالكلمه والحوار ما يقودنا ان شاء الله في دورنا والقيام فيه على اكمل وجه. استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. كلمة سماحة الخطيب الشيخ الدكتور إبراهيم النصيراوي مع إدارة الجلسة وخطاب هذا المنتقى، نستقبله مؤخرا بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وخالص الشكر والتقدير لكم أيها السادة المشايخ خطباء جميعا، وباسمي واسمكم أيها الخطباء الأعزاء نشكر العتبة العلوية المقدسة على هذه البادرة الجميلة. إخواني الأعزاء، كما تعلمون بأن للمنبر دورا عظيما مهما، ليس في الساحة الشيعية فحسب، وإنما في العالم الإسلامي بل وغير الإسلامي. فوظيفتنا وظيفة الأنبياء ووظيفة الأئمة الأطهار هداية الناس والدعوة إلى التمسك بالقرآن وبالعترة وفهم الدين كما ينبغي. نحن عندنا عنوانان هما التفقه في الدين وفهم الدين، ويختلف أحدهما عن الآخر. ففهم الدين الإحاطة بمعلوماته، المعلومات العامة للدين، وكما في معجم اللغة الفهم هو تصور المعنى من اللفظ. أما التفقه في الدين فالمراد به تفهم المعارف الدينية من أصول وفروع. أولاد الكريم، وحث القرآن الكريم على طلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن المراد سبر غور المعارف الدينية والدخول لعمقها، ولأهمية التفرغ للتفقه ليؤدي المبلغ دوره أن النفر إلى الجهاد موضوع عن طلبة العلم بدلالة الآية الكريمة. قال أمير المؤمنين عليه
الترغيب والترهيب وأسلوب الموعظة والعاطفة والإرشاد. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. نحتاج أن نفتح طريقا للحوار مع بيننا ومع ذوي الاختصاص، كل في مجاله، لمعالجة المشاكل المتعددة كمشكلة الطلاق ومشكلة التفكك الأسري والانحراف والمشاكل الأخلاقية والسلوكية والجهل. فتعاضد علمائنا الأعلام مع خطبائنا الكرام وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء التربية سيثمر في حل كثير من المشاكل التي حصلت بفعل الهجمات من قبل المغرضين وأعداء الإنسانية، حتى أصبح هذا الخطر كبيراً في مجتمعاتنا. تركيزنا على التواصل المباشر مع الشباب الذين ركزت عليهم النصوص الشريفة ويحظون بوصايا العلماء كسماحة المرجع الأعلى حفظه الله حيث يراهم زاد المستقبل. فللمنبر ومحاضراتكم القيمة أثر في معالجة مشاكلهم الدينية والفكرية والسلوكية، وإذا ينضم لها التواصل المباشر بالجلوس معهم والاستماع لهم والاطلاع على همومهم ومشاكلهم الشخصية والاجتماعية، تكون هذا الاهتمام ذا أثر كبير، فإن هناك أياد مغرضة تحاول إبعاد الشباب عنا، عن الدين، عن القيم، وعن العلماء، وعن المرجعية، وتشويه الحقائق لهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للوقوف بوجه هذه الهجمات، وما يتم ذلك إلا بالتعاضد، إلا بالتشاور، إلا بالحوار المستمر. إخواني الأعزاء، جزء من هذا الملتقى هو الحوار المتبادل فيما بيننا في القضايا المهمة، وأركز القضايا المهمة. اللي عنده مداخلة يتفضل.
هذا المكان المعين، انت تتكلم في جانب الفقه، انت تتكلم في جانب القرآن، يعني هو هذا المتابعة والتخصص له دور كبير. الى الان الخطيب يشرح في كتابة مجالسه لمحمد بن عبد الله تقريبا عندنا شهرين. جميل. فيا حبذا من الان حضراتكم ترسمون الخطوط العريضة لنقد الحركات التي تحتاج الى نقد، الى المبادرة التي تحتاج الى معالجة، حتى يشرح الخطيب بان يكون مجلس على ضوء الواقع. والا الان تختلف الخطابة، كل واحد عنده فكرة، فهذا احنا اللي تقريبا ملزوم الحضارات. أحسنتم شيخ. مولانا الكريم، أكو إحنا موجود مجاميع يعبرون لا اسمح لنا شيخ، أكو يعبرون عنها في الجروبات، مثلا جروب خطباء المنبر فيه عدد كبير من الخطباء، جروب مدينة العلم وغير ذلك، ممكن من خلال هذه المجاميع الجروبات تطرح المواضيع اللي هي تنفع لشهر محرم من الحرام، شهر محرم أمامنا ويحتاج إلى بذل جهود من الآن مثل ما تفضلتوا، وأنتم مولانا أهل لذلك أن تفضوا الساحة، أن تفضوا هذه المجاميع بالأفكار، ونحاول أن تكون هاي الأفكار شوية أفكار متعوب عليها، مو أفكار مكررة، وأفكار مولانا الكريم يعني طرحت كثيراً. إن شاء الله نأمل أن نسمع وأن نقرأ الكثير. وأيها الأعزاء، أشكر الله عز وجل في ظل مولاي أمير المؤمنين جمعنا، وأسأل الله عز وجل أن وجوده المبارك يكون له الأثر الكبير في تفكيرنا ونطقنا، وأن يبارك في كلماتنا. أيها الأعزاء، واحدة من القضايا اللي حقيقة تكون كبير ضغط علينا نحن خطباء هو نعوذ بالله عامل الحسد. أيها الأعزاء، بالنسبة لي شخصيا أنا هذه الصورة المعبرة اللي أحاول أن أوصلها، اللي هي من خلالها أحاول أن أكبح جماح هذه النفس الأمارة بالسوء، بصورة اقتطفتها من مولاي أبي الفضل العباس سلام الله عليه. وأنا التصور أقول أنه بدون شك لما كان أبو الفضل سلام الله عليه يحضر أي مجلس موجود الحسن والحسين، ما كان أحد يعبأ حتى بالعباس ولا يلتفت إلى أبو الفضل عباس سلام الله عليه، وكل التوجه وكل التركيز كان يكون على الإمام الحسن والحسين سلام الله عليهما. وهذا الموقف يعني إذا أردت أن أدنو من روح أبو الفضل العباس سلام الله عليه، أفتش عن تلك الأوليات التي تحلى بها حتى صار ذاك الشخص الذي لم يتوجه إليه صار العباس عباسا. أيها الأحبة، هذا عامل جدا خطر يضغط علينا أيها الأعزاء، وممكن من خلاله ينتج هذه الأمور اللي ركزوا عليه الأخوان من مسألة النقد السلبي وليس النقد البناء وما شابه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن ننطق بالهدى وأن نأخذ بأيدي الأعزاء إلى جادة الصواب والخير. وطبيعي هذا المفصل الذي ذكرته لكم هو دائما أنا أحييه في نفسي، لأن بالتالي أيها الأعزاء دائما هناك من هو أفضل مني في جوانب وأنا أفضل من غيري في جوانب، ليكون الشيطان نعوذ بالله يفتح هذا المجال ويدخل حتى أنا أستنقص الآخرين وأسقط الآخرين وأقزم الآخرين. أيها الأعزاء، نقطة سريعة أقولها، للأسف بعض الأخوان من الخطبة لما يصير لقاء وياه حتى يبرز نوع خطابته أنه هي الجيدة وهي الرائعة وهي المفروض ينبغي أن تكون جيد، تحدث عنها ما أحشر، لكن لا تسقط الآخرين، لا تنتقد نوع الخطاب الآخرين. وتعودنا أن الخطباء كالفواكه كل له طعمه.